حلاوتك يا بدارة، حلاوتك حلاوتك. أول مرة تقولي يا بدارة، دي من سنين. بدارة ونص كمان، بدر البدور المدور المنور. ده انت النهاردة عملت أحلى واجب مع ولاد توفيق. بس أنا مرضيتش أجيب لها سيرة عن موضوع الأرض ده، قلت نتقل شوية، بلاش كله يبقى ورا بعض ورا بعض، لا الست تقلق وتطير من إيدينا. عين العقل. بس أنا عايزك بقى تعمل لها زيارة تانية، عشان تخلصي لي مصلحة الأرض اللي قلت لك عليها. ده أنا رتبت لكم حاجة عمرها ما كانت هتخطر على بالكم. حاجة إيه يا بدارة؟ اشجيني مفاجأتك الحلوة، كلمي يا حبيبتي. هخليكم تستفردوا بالراجل في آخر الدنيا وتخلصوا مصالحكم معاه. آخر الدنيا دي يعني فين؟ أنا عرفت منها إنه غاوي يروح يصطاد في وادي الريان، قلت لها بس ده هي دي غية جوزي، وقلت لها إن أنت هتوضى برحلة للبيل محافظ ما حصلتش. بس أنا ما بعرفش أصطاد يا بدرية، ده أنا عمري ما رحت وادي الريان. وأنت هتغلب يا فتحي، ما تتصرف يا أخويا ولا الفرصة تضيع مننا. تضيع مننا ده إيه؟ طب يكون في علمك، أنا صياد ماهر قناص، مولود ومتربي في وادي الريان. قال تضيع مننا إيه؟ نجيب يا جامد، يا اجدع سعاد غزلان في مصر. بس في العالم كله. يسلم دراعك يا سعاده الباشا. طب احنا الغزال اللي اتصدناها دي هنسيبها كده؟ لا نسيبها ازاي؟ العربيه اللي ورانا هيجيبوها لنا، امال احنا جايبين عربيات كتير ليه؟ الله يبارك فيك. انا عايزك تجرب حظك يا احمد بيه. ومانه نجرب يا فندم، نجرب. وانت كمان يا فتحي بيه. يا سعاده الباشا انت سيادتك تؤمر، بس اهم حاجه عندنا خوك فايتك انت من الصين. احنا خلاص غزلتنا اصطدناها. امتى ده وفين يا احمد بيه؟ احمد اخويا قصده يعني طول ما سعادتك بتصطاد كاننا احنا بالظبط بنصطاد. اصطاد يا سعاده الباشا اصطاد. اللي انت جامد في الصيد بقى، بتتفضلي ولا زي حالاتي كده؟ لا لا لا، حالتك ايه؟ ده انا جامد قوي، ده انا ليا صولات وجولات في كامبالا ما تقولش لحد. كامبالا دي عاصمه اوغندا؟ ايوه. طب وانت ايه اللي وداك هناك؟ ما انا كنت مع الوب اللي كان رايح مع المحافظ اللي اسمه علي بيه اللي كان قبل ده. الله، هو انت كنت سكرتير مع المحافظ اللي كان قبل ده؟ اي، وان شاء الله هكون مع المحافظ اللي بعد ده. حلو قوي الكلام ده. ومش معنى اوغندا يعني؟ عشان كان في بين المحافظات تبادل خبرات في الزراعه والصناعه والكهرباء والمواد الغذائيه. بس مش ده المهم. لا مش ده المهم. مش ده المهم ازاي بس؟ ده اهم حاجه يا استاذ فضال. يا سعاده الباشا زي ما سعادتك تشوف، وان حابب نخليها شراكه. لا لا يا حاج فتحي، شراكه ايه وبتاع ايه؟ خلينا في الظل احسن. على رايك. والظل ستره برضو اهو كده. ده غير ان انا كل ما بعدت عنك هبقى قريب جدا منك، لاننا لو قربنا من بعض هنلم العيون حوالينا، وبعدين العيون هتكتر وتتكلم، وانت فاهم بقى اللي هيحصل. فاهم طبعا يا سعاده الباشا فاهم، وانا عينيا الجوز لسعادتك. لا خليهم لفضال يا حاج. صح كده، عشان كل ما انت بعدت عني كل ما قربت مني. اهو كده يا سعاده الباشا، والله العظيم انا بتعلم منك كل يوم حاجه جديده. انا فاهمك يا حاج احمد، المصلحه دي ما تتعملش جهجهوني كده، لازم تتعمل بشكل يبان انه طبيعي. ما ينفعش ناخد الفلوس بايدينا نهائي، لا شيك ولا نقدي. الله، امال الفلوس هتوصل لكم ازاي؟ هتستوردوا بيها بضاعه. استورد بضاعه لصالح مين؟ لصالح ولاده واخو واخت الباشا. اشمعنى يعني؟ عشان الفلوس يكون لها مصدر، لما حد يسألك من أين لك هذا تعرف تجاوب. طب وإيه البضاعة اللي شغالين فيها؟ أي شغل، سجاد عجمي، عربيات، أجهزة كهربائية، المهم تعرف السوق محتاج إيه وتجيب. والله وتبقى فرصة نشتغل معاه، أهو مجاور السعيد يسعد. ومين بقى اللي هيسعد بقى؟ أنت ولا هما؟ إحنا التلاتة هنسعد إن شاء الله، أنت بس اللي مش فاهم. طب أنا مين اللي هيسعدني؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيسعدك، وهيجعلنا سبب إن شاء الله لسعادتك دي. يا سيدي أنا بقولك أهو، اعتبر نفسك متعين وشغال معانا، وليك مرتب كل شهر بعيد عن سيادة المحافظ. هو في حاجة في المحافظة؟ لا، ملهاش علاقة بسيادة المحافظ. أنا رأيك والله يا أستاذ فضال،
مش هو رئيس جمهورية المحافظة؟ أيوة، بس في حاجة، إحنا شغلنا مش في محافظة واحدة، في معظم المحافظات. أمال ما كل المحافظات بتنفذ على بعض، بس أنا ليه شرط المحافظ ما يعرفش أي حاجة بخصوص المرتب. ليه؟ بس أنا بعمل ده كله لمصلحتي. ها؟ المحافظ بتاعنا الفيزيتا بتاعته عالية قوي، مش هتلاحقوا عليه لو دخل معاكم في كل مشروع. خلاص بقى يا أستاذ، قلنا سعادتك والمحافظ على دماغنا من فوق. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. والله العظيم يا سعادة الباشا، القعدة ما تحلى غير في وجود سعادتك. ربنا يخليك. ربنا أمر سعادتك يا فندم. دفنت الغزالة في التلج ولا لحستها؟ دفنتها يا فندم. شوف يا فضالي، الغزالة دي لو باظت ولا ريحتها ما عجبتنيش على ما نوصل مصر هطين عيشتك. حتى لو ما باظتش يا فندم وحضرتك عايز تطين عيشتي، احلم في أي وقت. طب يلا يلا عد كله. ولا أقول لك، هات لي نظارة القراية من العربية. حاضر يا فندم. هو ساعتك عايز تقرا الطعام ولا حاجة؟ لا، بس فرض احتجت النظارة ولا حاجة، يبقى ساعتها هعمل ايه يعني؟ ساعتها سيادتك تبعته تاني وتديله بالجزمة كمان، في صنف زي الفضالي كده يحب الضرب بالجزمة. لا لا يا فتحي بيه، بس هو بيني وبينك هواية عندي ان انا مشور فضالي رايح جاي. لا بس هو بيحب ساعتك قوي. ولا بيحبني ولا حاجة، هي الميزة الوحيدة للفضالي انه كتوم قوي، وعشان كده انا متمسك بيه، لكن غير كده هو ما يستاهلش الا الرمي. خلاص سعادتك، اول ما اجيب النضاره خدها منه وارميه على طول. والله احمد معاه حق، بس بعد اذن سيادتك يعني كان ليا سؤال صغير عندك. اتفضل يا فتحي بيه. هم بتوع الكهرباء لو جولنا في اي وقت ممكن يبوظوا لنا الدنيا، يوقفوا لنا المصلحه؟ قصدك تقول يكهربوا لنا الدنيا؟ لا، كهربة ايه، اي كهربا نقف على الخشب. بالظبط كده. النضاره يا باشا. ميرسي يا فضالي. اقعد كل بقى الف هن. اغرف له يا محمد، ده الاستاذ فضالي ده حبيبي. ما ردتش عليا سعادتك بالنسبه للموضوع الكهرباء يعني. والله يا فتحي بيه، الحاجات دي نقدر نحلها لما نصطدم بيها، لما تحصل الحادثه، وطول ما الحادثه ما حصلتش احنا كده في الامان. تمام سعادتك، بس احنا بنقول يعني نفترض ان في حادثه هنضيع فيها. يا سيدي ولا هنضيع ولا حاجه، وساعة ما يحصل اي حاجه بقى يبقى يحلها الف حلال. وعلى العموم البركه في سعادتك برضه يا باشا. الله يخليك. يعني ايه البركه في سعادتك؟ طب افرض سعادته اتنقل، اترفد، مات يا جدع، تودينا احنا التلاته في داهيه عشان خاطر سعادته؟ لا اله الا الله. طب كنت اقول له ايه؟ كان لازم يدينا ضمانات يا احمد. انت اللي بتقول كده يا محمد؟ ازاي يعني؟ هنقول له هات ضمانات؟ هيقول لنا لا يا جماعه الموضوع ده كان فيه مشكله من الاول، ما ينفعش. ساعتها بقى سعادتك هتقول له خلاص سعادتك متشكرين مش عايزين الارض. يا ابني انت مش فاهم، ده احنا كده ممكن الفلوس تضيع علينا، الفلوس كلها. يا حاج لا هتضيع ولا حاجه، الراجل عنده الحل، بس هو مش عايز يقوله لك عشان يفضل يحلبك. لو انت فاكر يا حقيقه انك اول ما تدي له فلوس هيخلص، مفيش. لا، طول ما هو بيقدم لك خدمات، طول ما هو مدد لك ايده. يا نهار اسود، ده احنا كده هنخش في موال ومش هنخلص منه. تهتوا الاناه، بدل ما يحلبنا نحلبه هو. ازاي يا حقيقه؟ هقول لك ازاي. اول ما ورق الارض يخلص وقبل المشاكل بتاعت الكهرباء نبيع احنا الارض. واحنا بنشتري الارض عشان نبيعها يا حاج؟ يا عم انت استنى بقى. الله، الراجل بيقول فكره حلوه قوي قوي، لا هي اول ارض ولا اخر ارض، بس المهم بقى يا حقيقه هنبيع نكسب. طبعا طبعا يا احمد يا اخويا حبيبي، نكسب ونشتري اي حته ارض تانية، اهم حاجه بقى ما يكونش عليها مشاكل. منيره، ازيك يا تيفا؟ تيفا في عينك وفي عين اللي خلفوكي، اسمها سيتا وفيه، ولا انت نسيتي؟ انا يا اخويا كل اللي انا فاكراه ان هو ده الاسم اللي انت كنت بتحبني اناديلك بيه، ولا نسيت يا تيفا؟ برضه؟ طب ادخل انت دلوقتي يا نتيبة. اعرف الاول بنت بتاع الانابيب دي ايه اللي جابها هنا. ادخل يا نتيبة وقصر الشر عشان خاطري. سميحة خديها اوضتها وقفلوا عليكم من جوه. يلا يا نينا يلا نخش جوه، يلا ملناش دعوة، يلا يلا. نعم افندم، خير يا اللي ما شفتش من وش خير. يا اخويا كويس انك لسه بخير وواقف على حيل. ليه، وكان حد قالك ان انكفيت على وشي؟ لا سمح الله. اتكفيت بقى ولا ما اتكفيتش لنفسك؟ هدومك اهي والشقه ما اشوفش وشك تاني فيها، ولو عاوز ترجع تيجي تتفاهم مع ابويا، ويا نوافق يا ما نوافقش. اتكلم على قدك يا بنت، ابوك مين ده اللي اروح اتفاهم معاه؟ ده انت كنت مجره وانا اللي طلعتك بره. ليك حق يا اخويا، صوتك يعلى عليا وتعيرني، ما انت بسم الله ما شاء الله اهو بقى في ظهرك عماره بحالها لاملي فيها عيالك. معلوم، عزي وعزوتي وسندي عيالي.
رجاله من ظهر راجل. صحيح عاجبك ولا مش عاجبك؟ ولو قلت لك مش عاجبني هتعمل ايه يا يا سيد الرجاله؟ سيد الرجاله غصب عن عينك وعن عين ابوك وعين كل اللي تشدد لك. يا اخويا ما تتحمقش قوي كده احسن يطقلك عارق. وانت بصراحه بقى ما انتش ناقص كفايه يا راجل اللي طقه قبل كده. وبعدين يا راجل خلاص انت لازم تاخد بالك من صحتك شويه، ده انت رجلك والقاب قبري لمك انت واهلك كلهم يا بنت بتاع الانابيب. هي حصلت غوري من وشي. يا اخويا بالراحه على نفسك شويه احسن تقع من طولك. اطلعي بره بنت، اطلعي بره، اطلعي بره بقى قبل ما اقطعك حتت وارميكي للكلاب. استنى عندك، هاتي مفتاح الشقه بنت. شقتي ايه يا ابو شقه؟ شقتي تعبي وعرقي وشقه عمري كلكم والشقه ديكم. الشقه دي تسوى قدك، فاهمه يعني ايه؟ ده انا اقتلك وكتاب الله اقتلك، فاهمه؟ حوش يا حواد قال يقتلني ايه؟ طب يا اخويا ما تفرجني الرجوله عشان تقضي لك اليومين ثلاثه اللي باقيين في عمرك في السجن بحسرتي انا والواد اللي في بطني. بقول لك ايه يا حاج، شقه وملكش فيها قشايه وابنك، ويبقى يا اخويا وريني هتشوفه ازاي. بالاذن يا يا سيد الرجاله. حول ولا قوة إلا بالله. وماله بس يا حاج؟ ماله أمجد سعيد؟ لا إله إلا الله، راجل كويس وبتاع شغل وأنا بثق فيه بأمله. يا ابني إن كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستمع عاقل. إزاي تعمله توكيل بالسحب والإيداع لجميع حساباتنا؟ طب افرض خد الفلوس دي وهرب، هنجيبه إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو كمان هيعمل لنا يا حاج توكيل بالسحب والإيداع على حسابه، ده هيخلينا نعمل عمليات أكبر وأحلى. لا إله إلا الله. على فكرة في 3 مليون مارك ألماني مطلوبين كل أسبوع، وهو اللي جايب الشغلانة دي يا حاج. وانت ما فكرتش كده بدماغك الحلوة دي؟ مين اللي عايز 3 مليون مارك كل أسبوع؟ الصراحة هو ما قاليش، بس يعني كلم محلي كده انه حد بيشتغل مع الحاج عبشكور الحريف بتاع البلاستيك. الحاج عبشكور ليه في توظيف الأموال؟ مالوش في تجارة العملة. يا سيدي هيبقى له يشتغل ويشغلنا يا حاج. بس احنا كده الراجل ده هيسحب كل المارك الموجود في السوق، يعني كلها كام شهر ومش هنلاقي مارك واحد. استنى استنى، انت قصدك انه هيلمه بعد كده يبيعه بالسعر اللي هو عايزه؟ الله ينور عليك وعلى اللي جابوك. طب وماله يا حاج، ما تسيبه يعمل كده مفيش مشكله، وبرضه هولينا مصلحه. بس لو عمل كده يا حاج هيبقى لها 100 مليون حل. يعني انت شايف كده يا احمد؟ بقول لك ايه، بالله عليك بقى، كفايه بتاع اللي انت عملت بلبعه ده يا حاج. ما بعرفش انام من غيره يا اخي. يا اخي لا شفتك ولا سمعت عنك انك بتنام طول عمرك صاحي. لا كان بينيمني الاول. اه والله كنت اخد القرص انام سطيحه، الوقت مش عارف باظ ولا ايه. اخد واحده كمان. انت اسكت بقى، الله يبارك لك يا حاج بقى، بلاش منه. طب سيبك من الموضوع ده وحياه اخوك، بلاش تعمل توكيل للجدع اللي اسمه امجد ده. في ايه يا حاج؟ انا مش فاهم والله، انت بتضايق منه ولا قرفان ولا مش عايز تشتغل معاه؟ ما بقتش فاهم. بس حاسس ان هو شايف نفسه طول الوقت كده ومتقالط ومتحفلت في هدومه كده، وما تعرفش عامل ابن مين ولا الواد ابن مين ده. بس 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 الله يبارك لك. لا اله الا الله، احنا مالنا وماله يا حاج؟ الراجل بتاع شغل، وبصراحه هو بيرتاح لي وانا برتاح له. بس خلاص تاهت ولقيناها. انت تعمل حساب باسمك وتعمل له توكيل على حسابك، حساب انا بقى وحساب اخوك مالكش دعوه بيه. ليه كده يا حاج فتحي؟ اول مره تقول لي اشتغل لوحدي.